سلطة البنجر النهاردة هنعملها بالبنجر المسلوق ومعاها جزر مسلوق، هنحط زيت ذرة، هنحط عصير ليمون، هنحط نعناع فريش، بصل أحمر شرايح، ملح وفلفل، وعندي هنا جبنة بارميجان هناخد منها شريحتين كده بالسكينة، دي اختياري مش لازم لو انتوا مش عايزين او ما عندكوش او مش عايزين تحطوا جبنة مفيش مشكلة خالص. انا كالعادة هحط الزيت معاه البصل معاهم الملح والفلفل، اذا البنجر والجزر مش مسكرين قوي بنديهم معلقة عسل او معلقة سكر، تمام. وبعدين اقوم منزلة النعناع، الجزر، لو الجزر والبنجر شويه دافيين بسيط هيبقى احلى لان هيشربوا التتبيله كويس. يا جماعه السلطه دي خطيره، قوي قوي، وبتبقى كده فريش، كده تحس ان انت بتاكل حاجه فريش. شوف يا سلام، امال ايه؟ لا مش اي كلام احنا، لا ما فيهاش حاجه دي، خلاص بقى خلاص بقى، حرام عليكي، ارحمينا حمينا يا شيخه اهو لطيفه قوي، مش محتاجه اي حاجه الصراحه، انا بحب دايما رشه فلفل اخيره كده. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.